الايدين ممكن تحكي لنا حاجات كتير جدا، كل ندبة، كل حاجة في الايد ممكن تورينا الشخص ده قد ايه بيتعب في مهنته وفي شغلانته. هو ده اللي عملته لنا الصحفية والمصورة سارة سعيد، راحت لمجموعة من صنايعية والعمال صورت ايديهم علشان تورينا هما قد ايه بيتعبوا وقد ايه هما عندهم، يعني لما نشوف الصور في حواديت معمولة من الصور دي ومن الايدين دي، ايه احلامهم وايه مشاريعهم. هنعرف كل ده من سارة. منورانا. نورك. يعني مشروع جميل جدا بصراحه. ربنا يخليكي. شكرا جدا. كل سنه وانت طيبه. الاول انت طيب. رمضان كريم عليك. ربنا يخليك. عامله ايه يا ساره؟ ايه الاخبار؟ كل حاجه الحمد لله تمام. كنت عايز اعرف منك ايه اللي لفت انتباهك لايدين الصناعيه؟ ايه اصلا اللي جاب الفكره في دماغك؟ ماشي. انا من فتره كنت يعني بشوف العمال اللي هم بتوع الرخام دول، اكتر ناس هي جابت لي الفكره ان هم بيبقى باين على مظهرهم العفره بتاعه الاداه اللي بيستخدموها في تقطيع الرخام. فلما ركزت شويه لقيت ان مش بس عمال الرخام، في اكتر من عامل تاني بيستخدم اداه بتقدر توضح على ايده الحاجات يعني التعب اللي هو بيتعبه من غير ما احنا نشوف وشهم او نشوف ملامحهم بس. فديت الفكره ان الايد ممكن تعبر جدا عن الشغل اللي صاحبها بيشتغل. طب انت بداتي امتى تعملي سلسله الصور دي؟ نزلت بالظبط يوم 23 ابريل. صورت 23 و24 و29، فالمشروع خلص 3 ايام. بس حلوه قوي. طيب الشغلانات بتختاريهم على اي اساس؟ هو زي ما وضحت لك ان الصناعيه هم اكتر ناس بيبان، الصناعيه اكتر ناس بيبان على ايديها الادوات اللي هم بيستخدموها ليل ونهار. ده بيبيع خضار. بالظبط. ده بيبيع خضار. ما انا هقول لك الموضوع في الاول ان انا كنت حسيت ان مش بس، يعني لما نزلت صورت ان مش بس الادوات، هو لا، هو ممكن يبقى ما بيستخدمش اداه، ممكن بيبقى بيشتغل شغلانه طول اليوم زي الخضري، زي اللي مثلا بيشتغل في العصير القصب. ده بيشتغل ايه؟ دوت عامل رخام. اوكي حلو قوي. طب معلش يا ساره، عايزه ارجع لك في النقطه. أوكي. دي اللي مثلا لو واحد فكهاني او بيشتغل في الخضار، ما بيبقاش باين على ايده حاجه معينه. بالظبط. لو مسك برتقان او مسك فاكهه او خضار، طب انت بتعرفي ازاي؟ او احنا لو شفنا الصوره هنقدر نفهم منين ان هو ده فكهاني او بياع خضار؟ هي الفكره اتبلورت بعد كده ان مش بس الادوات، هي فكره ان الشقه باين على الايد. ان يعني في الاول كنت حريصه على ان انا استخدم او يعني ان انا اصور الناس اللي في ايديها ادوات. بعد كده لما نزلت ولقيت ان مش بس اللي معاهم ادوات، لا كمان في ناس اللي هو زي الفكهانيه او زي اللي بيشتغلوا في العيش ايديهم واضح عليها الشقه. فهي الموضوع اتبلور ان في ناس كمان مش في ايديها ادوات بس في نفس الوقت ايديها باين عليها الارهاق، باين عليها ان التعب، باين عليها اللي هي لسعات. يعني فمش بس واحد الادوات. زي ده متعور مثلا. بالظبط. ده موبايل محارب فهتلاقي على ايده ده ديت حد بيشتغل في العيش وبيعمل سندوتشات في وسط البلد. فطول اليوم هي شغاله في الطبخ، شغاله في عمايل السندوتشات، فبرضه بتتعب او برضه ايديها بتقول حاجه. حلوه قوي. حلوه الصور، حلوه الفكره جدا. رائعه. طبعا انا عايز اعرف منك كم عامل قدرتي ان انت تصوريه؟ يعني انا صورت 25 حالة. بس اخترت ان انا انزل 16 بس، لان كان في ناس منهم مكرره. فاللي هو اخترت مين القصه بتاعته فيها لمسه انسانيه اكتر من التاني. فما قررت الشغلانتين، نشرت بس اللي هي حد منهم بس. يعني بس فانتقيت. بتروحي الاماكن دي فين؟ يعني بتختاريها ازاي الاماكن اللي عايزه تروحيها؟ في الغالب بيبقى الاماكن اللي هي فيها ورش او اللي هي بتقدري تتعاملي مع الناس اللي هي البسيطه، الناس اللي هتقدر تستوعبك، او اللي هي الناس اللي باين في يعني اللي هي حابه ان هي تتكلم مع الناس، او ان هي مش يعني حتى لو اللي هي اعتذرت مش هتعتذر بشكل سخيف، لا هي في الاول في الاخر بيتعاملوا معاكي بمنتهى البساطه. طيب كم مكان روحتي؟ شبرا، وسط البلد، بساتين، عابدين، فتقريبا يعني من 4 لـ5 اماكن كده. طب سارة، انت دلوقتي بتعتمدي اكتر على الصور، ان انت تصوري ايدين العمال والصنايعية. هل انت بتوثقي مثلا الكلام ده او تحطي معلومة تحت الصورة، ولا بتعتمدي على الصور فقط؟ انا في الاول كنت حابه ان انا انشر الصور بس من غير ما اكتب عليها اي كابشن، من غير ما حتى اكتب السن او اسم الشخص، والناس هي بقى تقعد تتخيل بالظبط كده. بس يعني لقيت اكتر من حد طلب مني ان انت لما حتى لو بتنشري صوره او ان الموضوع عباره عن قصه مصوره، فده لا يمنع ان انت تكتبي جمله عنهم او كابشن كده بسيط. وده اللي خلى الناس تتفاعل اكتر مع الموضوع، ان هي الجمله البسيطه ديت بتخليكي تعرفي، او هو انت مش عايزه تعرفي اكتر من الجمله اللي اتكتبت ديت بس. مش اكتر. طب عايز اعرف منك ايه اكتر المهن
اللي بيبان على الشقه على اصحابها يعني في مهام بتبقى صعبه جدا بيبقى فيها تعويرات كتير وفي ناس للاسف بيحصل لهم ساعات بتر في صوابعهم وحاجات. ايه اكتر مهنه بقى فيهم صعبه؟ أنا بشوف يعني مبيض المحارة لأن طول اليوم إيديه فيها بوية، عمال الرخام لأن زي ما قلتك العفرة والصاروخ دايما بيعرضهم لمشاكل، عمال الحديد والصلب طبعا اللي بيشتغلوا في الحديد والصلب أنا للأسف ما صورتهوش بس يعني إن شاء الله هصوره. فهي الحاجات اللي هي بتبقى فيها أدوات صعبة شوية أو طول الوقت بتعرضك لمخاطر وأنت ماسك الأداة. نجارين مثلا شفت قبل كده نجارين في نجار في يعني أصلا شفت نجارين كتير بيبقى عندهم للأسف صباع صباع طاير ساعات مسمار دخل في ايده غلط وهو بيعمل حاجات بتبقى صعبه جدا. طيب ايه التفاصيل اللي عايزه توريها في الصور اللي انت بتصوريها؟ يعني كنت حريصه جدا ان يبان يعني في بعض الصور لان مش كل العمال للاسف باين على ايديهم المهنه، بس في ناس بيبقى باين فيها الخدوش يعني زي ما هو كان بيتكلم بالظبط على النجار، فالنجار هتلاقي اطراف صوابعه فيها خدوش من طبعا. مكان المسامير او مطرح الاداه اللي بيستخدمها، مثلا اللي هو الولد اللي كان شغال في العيش هتلاقي لو ركزتي هتلاقي صوابعه من فوق فيها فقفقه الجلد من مكان ما بيطلع العيش بالظبط كده. ف يعني ديت اللي انا كنت حريصه ان الصور تقولها. في اللي هو الراجل برضو اللي شغال في الورد، الشوك باين على صوابعه من كتر ما هو بيمسك الورد بينزل الورد، فاللي هي الاشواك اللي موجوده ديت برضو بتعرضه لل ربنا يعني يا رب يطمني. طيب ساره دلوقتي انت لما جيتي تحكي مع العمال واصحاب المهن دي ان انت عايزه تصوريهم وعايزه تبرزي قد ايه هما بيتعبوا، هما استقبلوا الموضوع ده منك ازاي؟ يعني هل تقبلوه بفكر بفخر وعزه ان انا بشتغل وان ايدي دي هي سبب مصدر رزقي وهي اللي بتجيب لي الفلوس وهي اللي بتجيب لي الرزق اللي اقدر اصرف بيه على اولادي وافتح بيت، ولا كانوا يعني خدوا الموضوع ببساطه ما فهموش الفكره؟ لا خدوها ازاي؟ نسبه كبيره جدا كانت بتتعامل زي ما انت قلتي كده بفخر، اللي هو انا ايديا هي، وفي ناس كانت بتهزر وفي ناس كانت حتى بتقولي طب بصي انا مش عارف انت عايزه تظبطي الكادر ازاي، خدي ايدي اظبطيها على الكادر اللي يعني. جدا فنسبه كبيره منهم كانت لطيفه. في حد منهم انا يعني ده تعرضت له ان هو كان مكسوف، لا ايدي ايه اللي تصوريها انا ايدي اساسا متبهدله مش نظيفه، فمش حابب ان انا اتصور، فاللي هو شويه بتوضحي له ان لا ان دي حاجه ما تعبكش بالعكس دي مصدر فخر ليك. وكمان كنت بوري له النماذج من الصور الثانيه بحيث ان هو يعرف ان في ناس كتير ايديها متبهدله وهي بتشتغل وان ده الطبيعي، ان مش هنشتغل احنا لابسين جوانتيات يعني. بس طب قابلتي عمال مثلا كانوا مستغربين الفكره ورفضوا ان هم يعملوا كده ويتصوروا؟ قالوا لك ايه بقى؟ في ثلاث اشخاص رفضوا تقريبا. في حد منهم كان واخد موقف اصلا من الصحافه والاعلام، فده بعيدا عن الفكره او اي حاجه، فهو فده مش حابب خالص ان حتى لو الفكره لطيفه مش حابب يتصور. الحد الثاني اللي هو قال لي طب انا هستفيد ايه؟ يعني انت دلوقتي بتعملي مشروعك وما اعرفش ايه، طب ايه الاستفاده اللي انا هستفادها؟ طب خلاص ماشي اوكي. يعني كنت بحاول ان انا اتواصل معاه ان طب يعني انا هفهمك او ان ديت حاجه ليك او انا ممكن اطبعها لك ودي تبقى حاجه يعني حاجه لطيفه ان هي تفضل عندك، بس هو رفض وانا احترمت ده جدا. بس الحد بقى الاخرين اللي هو كان رافض يتصور علشان ايده كان متضايق من شكلها، بس لما اتكلمت معاه حاولت اقنعه فعلا اقتنع يعني. بس طيب كويس. كان في صعوبات واجهتك يا ساره وانت بتعملي الفكره دي؟ يعني في وسط البلد دايما وسط البلد هي مكان فيه قلق شويه في التصوير. فبعد ما صورت مع اللي هو العامل اللي هو بيعصر البرتقال لقيت حد جاي يقول لي انت بتصوري تبع ايه بقى؟ يعني عارف انت اللي هو بشكل كده انت مين وبتعملي ايه وايه فكرتك؟ هم دايما بيقلقوا من فكره التصوير جدا او من فكره ان حد ماسك موبايل وبيفتح كاميرا في وشهم. بس ف هم العامل نفسه ولا لا حد يعني بيشتغل مع العامل على نفس العربيه فاللي هو لا ما تصورش او بس، فالدنيا ابتدت تتلم كده شويه. بس يعني حسيت الموضوع يعني لما بتحاول تستوعب الناس هم كمان بيبداوا يهدوا شويه او بيبداوا ان هم ما يتضايقوش منك او يعني بيبداوا يخفوا شويه حده كلامهم بس، فالموضوع عدى. بمناسبه التصوير يا ساره، يعني انت بتصوري اكتر في الشارع تمام، يعني التصوير في الشارع صعب بنسبة ما؟ لو انت ما كنتيش يعني كلامك حاولتي تنزلي يعني بلهجتك وبطريقتك للناس تستوعبك او يعني الناس تتعامل معاكي يعني تتعاملي معاهم بنفس البساطة بتاعتهم، طبعا هيتضايقوا او اللي هم مش هيبقوا حابين يتصوروا. لازم تفهميهم الاول او ان انت لازم يعني تخليهم يستوعبوا انت بتعملي ايه عشان ما حدش يتضايق. بس لكن كنتي بتقدري تتغلبي على ده عادي. بالظبط.
قولي لي يا ساره، انت اكتفيتي بتصوير ايادي العمال بس ولا بتفكري مثلا ان انت تنزلي الصوره وتحكي حدوته مثلا على كل ايد فيها حدوته؟ لا، هو في يعني الصور اللي انا صورتها للمشروع ده نسبه كبيره منهم انا اصلا ما صورتش ملامحهم، صورت ايديهم بس. في ناس كانت لما بقول لهم ممكن انا بتكلم عن الايد نفسها، ان انا اشرح بقى متخيله الايد وفي حدوته معاها هتبقى حلوه. لا، هو انا يعني لحد دلوقتي كنت مفكره ان هو البروجكت كده كل الصور على بعضها بتخدم فكره معينه، هو الكابشن زي ما قلت لك على الصوره بتاعه العامل. لكن ان انا احكي الحدوته كلها ممكن، والله وارد جدا لو جبت لك فكره. ماشي. هل في شغلانات تانية يا ساره كنت حابه ان انت تصوريها وتوثقيها بس ما عرفتيش او ما لحقتيش؟ يعني العمال اللي هم بتوع الحديد والصلب، لان انا متاكده ان ايديهم يعني بتتبهدل جامد جدا. برضو البنت الكوافيره، دايما بشوف ان دول من اكتر البنات اللي بتبقى يعني بيبقوا مرهقين او ايديهم بيبقى باين عليها التعب جدا، لان انا دايما بروح لهم اخر اليوم فببقى شايفه ايديهم عامله ازاي. دول ابرز اتنين يعني في دماغي اللي بيعملوا فخار مثلا. ممكن ممكن برضه هل دي الحلقه بقى بيعملوا الازاز وبيقعدوا يعملوا كوبايات في عامل بتاع ازاز فعلا انا صورته، ف هصور ناس ثانيه. أيوه. ان شاء الله. طب ساره قولي لي بعد يعني فكره يعني مجموعه الصور اللي انت صورتيها والعمال والصنايعيه اللي تعاملتي معاهم، ايه الخبرات اللي انت استفدتيها وخدتيها منهم؟ ايه اللي اتغير فيكي؟ بقيت احس ان انا ما بعملش اي حاجه والله، يعني اللي هو او اللي هو بتعب بس يعني ايديا ما بي يعني فضل ربنا ان ايديا ما بيبانش عليها الارهاق او التعب او الاجهاد بالمنظر اللي هو بيبان عليهم. بس فلا، حاسه ان انا حتى لو انا واقفه في البيت وبعمل حاجه بسيطه واتعورت او حاجه، اللي هو لا ما تتدلعيش بقى، اللي هو يعني اجمدي بقى شويه وكملي في اللي انت بتعمليه. فلا، في ناس بتتعب اكتر مني بكتير يعني بشكل خاص. ساره قولي لي، انت الصور دي كنت بتوثقيها بكاميرا ولا بالتليفون بالموبايل؟ لا، كل المشروع بالموبايل. انا بجد والله ما صورتش حاجه بالكاميرا خالص. انت عارفه كمان انا ايه اللي عاجبني يا نوران؟ ان مثلا هي بتقرب لي ايد العامل من في تولز تانية موجوده، مثلا الخضري انا عرفت بالكابوتشي، في دلاله للعيش، في عيش تحت. صح. فده اللي عاجبني، وكمان طالع الموضوع ارتستيك جدا بصراحه، يعني هو حتى من غير كلام ممكن تفهمي من الصوره صاحب المهنه دي ايه بالظبط. حلو جدا. كمان انت بما انك بتركزي بقى على التفاصيل قوي قوي، هل في مشروع تاني قريب ليكي؟ وايه التفاصيل اللي انت حابه ان انت تركزي عليها في الفتره اللي جايه؟ هو في فكرتين تانيين في دماغي ان شاء الله هنفذهم، بس يعني اكيد مش هقول تفاصيلهم، بس هي اللي ليهم لفته انسانيه، يعني الناس يعني بتتشد اكتر او بتنجذب اكتر لللمسات الانسانيه، خاصه الناس البسيطة دي وراهم حكايات تانية كتير، فانت لما بتوصله لهم بطريقة معينة بيبدأوا يتفاعلوا معاهم بشكل اكتر، مش اللي هم بيتعاملوا معاهم بشوية تعالي كده وشوية اللي هو يعني احنا حدودنا مع بعض اللي هي الشغلانة دي وخلاص. لا، انت لما بتعرف اللي وراه فبتحاول ان انت تقرب منه اكتر، او ان انت تحترمه اكتر، او يعني ما تتضايقش منه. في تفاصيل برضو يعني الموضوع هيبقى فيه تفاصيل برضو. ان شاء الله. حلو قوي، نورتينا. ميرسي جدا. حلو، ميرسي جدا يا ساره ليكي. شكرا. ونورتينا، والموضوع اللي انت عاملاه موضوع هايل. شكرا. رائع يعني. للاسف الفقره بتاعتنا خلصت. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيبقى معانا الداعيه استاذ عمرو مهران، وهنتكلم عن الصداقه وغدر الاصدقاء. طب وانا بعد الفاصل، عشان الحلقه دي مهمه جدا واكيد كلكم عانيتوا. ايوه.